قرعت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية ناقوس خطر نزوح الملايين، وذلك بسبب أزمة أمنية مقبلة في العراق تقول أنها وشيكة بسبب دمار الأراضي الزراعية الناتجة عن نقص مزمن في المياه، لا سيما في المناطق القروية. أسباب أزمة المياه مشاهدينا في المناطق القروية تتعدد، لكن أغلبها يعود إلى تراجع مستويات مياه نهري دجلة والفرات وزيادة اللسان الملحي القادم من إيران، إضافة إلى التغير المناخي وسدود الدولية. برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة قدر خسارة العراق ب 250 كيلو مترا مربعا من الأرض سنويا، أغلب هذه الأراضي في جنوبي البلاد، كما أن هنالك زيادة في التصحر مما ينذر بنزوح كبير نحو الغرب ونحو الشمال. يحذر الخبراء من أن الجفاف سيفرض ضغوطا هائلة على المراكز الحضرية، وسيساهم أيضا في تدهور الوضع الأمني، وربما يثير صراعا جديدا، مما قد يثير أزمة نزوح تتجاوز ما عانى منه العراقيون في الحرب إبان القضاء على تنظيم داعش. في حال عدم حدوث تغيير من قبل الجهات المعنية وعدم اتخاذ إجراءات جذرية لحل أزمة المياه في المناطق القروية، يتوقع أن يؤدي ذلك إلى نزوح نحو 4 ملايين شخص على مدار السنوات الثمانية المقبلة.